وزارة الدفاع الروسية تعلن أصبنا زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. وفي إطار عملية تحرير الحويجة، القوات العراقية تحرر 35 قرية من داعش في كركوك. ووزير الدفاع الأمريكي دافع عن الاتفاق النووي مع إيران ويقترح الاستمرار فيه. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي. وأفادت الوزارة بقتل 12 قياديا ميدانيا من جبهة النصرة في سوريا في عملية خاصة لوزارة الدفاع الروسية. وأوضح الناطق باسم الدفاع الروسي أن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني أصيب بجراح خطيرة وحالته الصحية حرجة. من هو أبو محمد الجولاني؟ اسمه الحقيقي هو أسامة العبسي الواحدي، ولد في عام 1981 في بلدة لشحيل التابعة لمدينة دير الزور. التحق بكلية الطب في جامعة دمشق حيث درس الطب البشري لمدة سنتين، ثم غادر إلى العراق وهو في السنة الجامعية الثالثة لينضم إلى فرع القاعدة في العراق تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي. ارتقى بسرعة في صفوف تنظيم القاعدة حتى أصبح من الدائرة المقربة من الزرقاوي. وبعد اغتيال الأخير في ضربة أمريكية في عام 2006 خرج جولاني من العراق إلى لبنان، حيث يعتقد أنه أشرف على تدريب جند الشام المرتبط بتنظيم القاعدة. ومن لبنان عاد جولاني مجددا إلى العراق، فاعتقلته القوات الأمريكية وأودعوه سجن بوكا، ثم أطلقوا سراحه في عام 2008، فاستأنف نشاطه العسكري مع داعش، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياته في محافظة الموصل. ومع اندلاع الثورة السورية انتقل جولاني إلى سوريا، وتم دعمه بشكل كامل من قبل البغدادي ليشكل في سوريا جبهة النصرة، والتي أعلن عنها للمرة الأولى في شهر كانون الثاني من عام 2012. وقد حظي بمكانة بارزة في شهر نيسان أبريل من عام 2013 عندما رفض محاولة السيطرة على تنظيمه والتي قام بها أبو بكر البغدادي. كانت تلك محاولة فاشلة من قبل البغدادي، وما تزال تعد الصدع الأكبر الذي هز تنظيم القاعدة. لم يعد الجولاني منذ تلك اللحظة محبا للبغدادي، وقام بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهر مباشرة. وفي الأول من شهر أكتوبر الجاري أعلنت هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا استقالة ما يعرف بأمير عام الهيئة أبو جابر الشيخ من منصبه قائدا عاما لها، وتكليف نائبه أبو محمد الجولاني لتسيير أمور الهيئة مكانه. أعلن قائد عمليات تحرير قضاء الحويجة في العراق عبد الأمير رشيد يارالله تحرير 35 قرية جديدة في إطار عملية تحرير الحويجة من احتلال داعش جنوب غرب محافظة كركوك. وقال بيان له إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقطاعات عمليات شرق دجلة حررت 35 قرية وما زالت مستمرة بالتقدم. فشل مسلحو داعش باستخدام المدنيين دروعا بشرية في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك العراقية، كما فشلوا في التخفي بين سكان المدينة الذين رفضوا دعمهم، ثم تعاونوا مع القوات العراقية المشتركة في الإبلاغ عن مناطق انتشارهم ومواقعهم. مراسل أخبار الآن وسام يوسف اطلع على تعاون الأهالي مع القوات العراقية وعاد لنا بالتقرير التالي. نجاح القوات العراقية المشتركة في تقدمها السريع باتجاه الحويجة، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من فرض سيطرتها عليها، جزء مهم من هذا النجاح الذي جاء نتيجة التعاون الكبير الذي أبداه الأهالي في هذه المناطق. حتى داعش ماكو؟ ماكو داعش؟ كل هالمنطقة اللي صارت وياهم؟ لا ما قاتل واحد من المنطقة اللي صارت؟ ابد ما قاتلوا؟ ابد والله الهزمة شنو هزمة والله حزينة الهزمة ليس فقط المعلومات هي ما وفره الأهالي للقوات الأمنية قبل وصولها إليهم لتحريرهم، ولكن عدم إعطاء مقاتلي داعش الفرصة للاختفاء بينهم كان له أهمية لدى القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها.
حتى لا يوم تهدد علي هنا، قلت له ما عندك امر تجلدني، اروح انا اجلدك وانت ما تجلدني. والله جا كسر التلفزيون، شاف اني قلت لكم انت مو اسلام، شاف ان قلت لهم انت مو اسلام، هاي انا كل تشهد علي. ايه هذا الرجال وجهه، قلت له انت مو مسلم، لو مسلم ما جيت كسرت التلفزيون. وصور لاخوتي، لاخوي هذا الشهيد جاء وكشمهم، قلت له ليش؟ يقول هذا شو اسمه مرتد. الكثير من اهالي قرى الحويجه هم مقاتلون ضمن القوات العراقيه، حيث ساهموا في معارك تحرير مناطقهم، كهذه السيده التي وعدها ابنها المنتسب الى فرقه الرد السريع بتحريرها فاوفى بوعده. ولحد الان لا هو ولا عيلته ما شفتهم، واليوم يقولوا لي جاي خابرني، يقول لي جاي هنا وسعاني، انتظر انتظر بس اريد اشوفه، بس اريد اشوفه. اخويا شفته البارحه، كان عسكري ابني عنده وهو ابني لسه ما شفته، اريد بس اشوفه، اريد بس اشوفه واشوفكم. واليوم هم شفت هالجيش، هذا هالجيش ما شاء الله حررتونا. الله ان شاء الله يوفقكم، الله ان شاء الله يباهيكم. قصص انتصار عدة جسدها أهالي الحويجة على مقاتلي داعش خلال معارك تحرير مدينتهم لا زالت مستمرة إلى أن تكمل القوات العراقية مهامها في تحرير مركز المدينة، والتي لولا مساندة السكان بشكل كبير لما اختار مقاتلو داعش الانهزام أمام الجيش والمدنيين والهروب منهم. وتعليقا على النزاع حول التكفير في داعش، أكد مفتي القاعدة سابقا محفوظ ولد الوالد أبو حفص الموريتاني أن ما يعاني منه داعش نتيجة خساراته الميدانية أهون بكثير مما يجري داخل صفوفه من نزاعات وانقسامات خطيرة جدا. لا شك أن تنظيم الدولة يعاني من عدة أمور. تنظيم الدولة يعاني من تراجعات وانكسارات وانسحابات ميدانية، تنظيم الدولة يعاني أيضا من فقد واستنزاف مستمر لبعض أهم قياداته وأقدمها، ولكن معاناته في هذه المجالات التي ذكرنا هي أهون بكثير في الحقيقة من معاناته في مجال الانقسام الفكري والانقسام العقدي والانشطار الإيديولوجي والتشظي العقدي الذي يعاني. التنظيم الآن يمر بخلافات عميقة ومتجذرة بين قطبين أساسيين فيه. الخلافات وصلت مستويات عالية جدا في التنظيم، على أعلى المستويات في التنظيم، وخطورة هذه الخلافات أن كلا طرفيها لا يراها خلافات جزئية، ولا يرى أن الرأي بشأنها صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب، وإنما يرى أنها يعني حق وباطل، سنة أو بدعة، يعني من هذا القبيل يعني. ولذلك فكل طرف يتدين باستئصال الطرف الآخر، وهذا ما ظهر حقيقة من خلال الأشهر الماضية التي عاش فيها التنظيم صراعات فكرية وعقدية عميقة جدا، ترتبت عليها تصفيات وملاحقات واعتقالات والسجن وإقالات وغير ذلك. حقيقة الخلافات الفكرية والعقدية التي يمر بها التنظيم الآن هي خلافات خطيرة جدا يعني وكبيرة. أحييكم من جديد. في سوريا كثف النظام السوري والقوات الروسية من تواجدهما في تدمر في ريف حمص وفق ما أكدت مصادر محلية. وفي هذا الإطار انخرطت القوات الخاصة الروسية وقوات تابعة للنظام بعمليات مكثفة في المنطقة بدعم كبير من القوات الجوية الروسية. وأضافت المصادر أن الطرق المحيطة بتدمر مغلقة، إذ تعمل قوات النظام وروسيا على تجديد الخناق على مسلحي داعش في المنطقة. يشار إلى أن تدمر تتمتع بأهمية رمزية لدى القوات الروسية، كونها روجت بشكل كبير لطرد أفراد تنظيم داعش منها، ونظمت عرضا موسيقيا للأوركسترا الروسية وسط الآثار التاريخية بعد وقت قصير من خروج داعش منها، الأمر الذي لم يلبث أن أصبح محرجا لروسيا والنظام السوري بعد احتلال داعش المنطقة مرة أخرى.
يعاني الأهالي في سوريا وفي ريف حمص تحديدا من القصف المستمر الذي يحول دون إرسال أطفالهم إلى المدارس، فالخطورة التي تشكلها قوات النظام السوري عليهم تحول دون تعليمهم ضمن مدارس مجهزة، فيتحول الأطفال إلى العمل في سن مبكرة لتوفير لقمة العيش كحال الطفل ماجد الذي يساعد والده في بيع المحروقات. تفاصيل قصته في تقرير يوسف بيرقدار. الحرب الدائرة في سوريا ألحقت الضرر بكل فئات المجتمع أطفالا ونساء وشيوخ، ففي سوريا وحدها تتحدث إحصائيات عن أعداد مرعبة لأطفال حرموا من حق التعلم، إذ ترك ماجد مقاعد الدراسة كغيره من الأطفال الذين أجبرتهم ظروف الحرب الدائرة على التخلي عن تعليمهم. ويعمل ماجد ذو 10 سنوات مع والده ببيع المحروقات في الحولة بريف حمص الشمالي. السبب الرئيس في تركه للدراسة هو استهداف النظام للمدارس بشكل ممنهج، إلا أنه يشعر بالخسارة التي ترافقه مع غيابه عن المدرسة عاما بعد عام. صار في قصف، صار يقصف على المدرسة، ما عاد نسترجع نروح. أنا أكبر واحد عند أبوي، صرت أجي لعنده هون على المحل نبيع شوية بنزين مازوت، نطالع أيام 300 أيام 400 نشتري فيهم خبزات. أما أبو ماجد فيسعى لتقليص حجم الخسارة التي تلحق بولده، ولهذا لجأ لتعليمه أساسيات المرحلة التعليمية الابتدائية كالكتابة والقراءة والعمليات الحسابية، فبعد الانتهاء من العمل يجلس الأب مع ابنه محاولا بذل جهد في سبيل تعليمه ريثما تضع الحرب أوزارها، ليعود ماجد للدراسة كغيره من الأطفال الذين يخاطرون بحياتهم بشكل يومي. لما بشوف يعني الاولاد رايحين على المدرسه او جايين، يعني والله يعني بحزن حقيقه انه الاولاد رايحين او جايين، رايحين يتعلموا او شيء، وانا ابني الساعه بطلت وعبكير، يعني والله ما بعرف شو بدي يعني شو اوصف لك، يعني اني ما بعرف. واحد بيتمنى انه ابنه يعني يتعلم او يعني ياخذ شهاده او شيء. ويبقى ماجد واحدا من عشرات آلاف الأطفال الذين يفتقرون للتعليم في معظم المناطق المحررة، فالحرب الدائرة في سوريا لم ترحم صغر سنهم، إلا أن حال هؤلاء أفضل من كثيرين لا أب لهم يعلمهم. يوسف بيرقدار، أخبار الآن، ريف حمص الشمالي. تبحث الشرطة الأمريكية عن أدلة تفسر سبب إقدام أمريكي متقاعد ملعن بالقمار وليس له سجل إجرامي على إطلاق النار على حفل موسيقي في ساحة أسفل الفندق، في حين استبعد مسؤولون أمريكيون ما أعلنه تنظيم داعش من مسؤوليته عن الهجوم. تقرير الزميلة منى عواد يحمل التفاصيل. يصنف الهجوم الذي شنه رجل مسن يدعى ستيفن بادك في حفل موسيقي في ولاية لاس فيغاس مساء الأحد ضمن أحدث عمليات إطلاق النار في أمريكا وأبشع الهجمات الإرهابية في تاريخها، والتي راح ضحيتها 58 شخصا وأصيب ما يزيد عن 500 آخرين، إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ينتحر. والمنفذ بحسب الشرطة الأمريكية يبلغ من العمر 64 عاما، استخدم أسلحة تصنف بالعسكرية ولا يمكن شراؤها من الأسواق السوداء، متحدثة عن أن الرجل لديه تاريخ من الأمراض النفسية، وتم العثور معه على 10 بنادق آلية بعيدة المدى اختلف الخبراء في تعيين أنواعها. ومع أن داعش تبنى مسؤولية الهجوم وفق ما ذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم التي قالت أن منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي للتنظيم ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف، مشيرة إلى أنه اعتنق الإسلام قبل أشهر، فإن واشنطن استبعدت في الوقت الحاضر فرضية الإرهاب، وحتى الآن لا توجد مؤشرات حقيقية على ميول القاتل الإرهابي أو انتمائه لأي تنظيم إرهابي، ذلك وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والذي أكد أن المهاجم تصرف من تلقاء نفسه، ما يدل أن تبني داعش للهجوم ما هو إلا دليل إفلاس.
ويقول مراقبون أن تبني تنظيم داعش الإرهابي لما جرى يكسبه نصرا إعلاميا في وقت يحاصر في سوريا والعراق، مؤكدين أن التنظيم يريد أيضا رفع معنويات مقاتليه الذين يعانون في المعارك ضد ما يسميهم أعداؤهم. وكثير من المحللين حاليا يقولون إن داعش قد خارت قواه، وأنه ربما اضطر إلى أن يتبنى العملية المسلحة التي وقعت في أمريكا لإثبات أنه ما زال موجودا على الأرض. كل الهزائم المتتالية التي مر بها التنظيم تشير إلى أنه بدأ في الانتهاء بشكل نهائي. أما ادعاءات التنظيم الكاذبة فإنها تؤكد أن شبح تنظيم داعش بدأ يحتضر ويموت ببطء. أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم أمس أن الاتفاق النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة. وقال ماتيس إن مصالح واشنطن الوطنية تقضي بأن تبقى في الاتفاق النووي مع إيران. في الشأن اليمني، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أهمية مواصلة جهود السلام في اليمن مهما كانت المعوقات، مضيفا أن الأمم المتحدة حريصة على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والإغاثية في البلاد. اتهم سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة جا سونغ نام الولايات المتحدة بالعمل على إعاقة التنمية الاقتصادية، ودان العقوبات المفروضة على الدول الفقيرة في محاولة لتدمير الحضارة العصرية. قال متحدث باسم حاكم بورتريكو إن العدد الإجمالي لضحايا الإعصار ماريا في بورتريكو ارتفع إلى أكثر من الضعف، يصل إلى 34 شخص. وقال مدير اتصالات الحاكم في واشنطن إن أسوأ إعصار يضرب الأراضي الأمريكية خلال أكثر من 90 عام قتل 19 شخصا بشكل مباشر. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها إنستغرام أكثر أمانا وراحة. أضاف إنستغرام ميزة جديدة تتيح التحكم في اختيار من يستطيع التعليق على المشاركات عبر التطبيق، كما أضاف طريقة لتصفية التعليقات مع الملصقات، ما يتيح الشعور بالأمان والتعبير عن النفس بحسب الموقع الأمريكي ماشبال. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية نون يشجع الجمهور على فتح متاجر لبيع منتجاتهم. جاء في تفاصيل الخبر: أصبح الفرد قادرا على افتتاح متجره الخاص في شبكة الإنترنت وبيع منتجاته في واحدة من أضخم منصات التسوق في المنطقة. هذه الخطوة التي أتاحها موقع نون الذي يدير دفته رجل الأعمال محمد العبار. ونطالع من صحيفة الأيام البحرينية: أول انفجار لهاتف آيفون 8 بلس وخيبة أخرى. خيبتا أمل سجلتا في حفل في حقل هاتف أبل الحديث الولادة آيفون 8 بلس، واحدة في تايوان والأخرى في اليابان. فقد أفادت تقارير غربية أن هاتفين شحنا على ما يبدو إلى البلدين المذكورين الأسبوع الماضي مع عطل ما في البطارية، ما سبب انفجارهما، أو بعبارة أدق تفسخ الهاتفين أثناء شحنهما وانفصال البطارية. إلى صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: باحثون يولدون الكهرباء من الدموع والبكاء. اكتشف فريق من الباحثين أن البكاء يمكنه توليد الكهرباء، إذ توصلوا إلى أن الضغط على البروتين الموجود في الدموع وبياض البيض يمكن أن يولد الكهرباء، وهو الاكتشاف الذي يمكن الاستفادة منه بشكل واسع النطاق في مجال الإلكترونيات المرنة للأجهزة الطبية. ختاما مشاهدينا من صحيفة الوئام السعودية: إنتل تختبر رقاقة عصبية تعمل بنفس كيفية الدماغ البشري.
طورت شركة إنتل الأمريكية رقاقة عصبية أطلقت عليه اسم لوهي، تحاكي الكيفية ذاتها التي يعمل بها الدماغ البشري، معتمدة على التعلم الذاتي القائم على التغذية الاسترجاعية من البيئة، فهي تتعلم من تلقاء نفسها. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن دعم الشباب في العالم العربي ورعايتهم وفتح أبواب الأمل ومزيد من الفرص لهم وتعزيز الثقة بهم هو أفضل ضمانة لمستقبل مزدهر يحقق الرخاء للشعوب ويتيح للدول موقعا تنافسيا أفضل عالميا. هانية العليان فتاة أردنية اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الثدي عن طريق الصدفة، فلم تستسلم وبدأت رحلة علاجية استمرت لمدة 3 سنوات من الألم والتحدي لتتخطى بعدها مرحلة الخطر. قصة هانية مع الأمل والتحدي ترويها لنا مراسلتنا من الأردن لانا رياض. بخطوات واضحة تنهي هاني عليان مشوارا علاجيا دام 3 سنوات وتغلق باب ألم امتد ل4 مراحل وتختصره في مركز الحسين للسرطان. بداية القصة قصة أيضا، فبينما كانت والدتها تزور المركز للعلاج من السرطان اكتشفت الأخيرة أنها هي أيضا تعاني من سرطان الثدي لتبدأ رحلة العلاج. اكتشفت مرضي بالصدفة، لكن قصتي زي بقية القصص من ناحية المرض العلاج والشفاء. الفرق كان اني كيف واجهت هاي كل هاي الصعوبات بتحدي وقوة. اول اشي عملت العملية، وبعد العملية شهر، وبعدين بلشنا كيماوي تقريبا كمان 4 أشهر واشي، بعدين الاشعة كمان شهر واشي، وهلأ على العلاج الهرموني لمدة 5 سنين تقريبا. انا اعتبر من الناجيات لاني لي خطيت 3 سنين، باقي لي 2 سنين بالعلاج الهرموني، وبعدين ان شاء الله بكون شافية شفاء كامل. اليوم يقتصر مشوار الناجية من السرطان على مراجعات طبية فقط، إلا أنها تنفتح على مشاركة واسعة في النشاطات التوعوية والحملات المتعلقة بالمرض. زي كل مرض، المرض كتير إشي صعب، بس اللي بيطلع من هاي المحنة بأقل الخسائر الممكنة وبيعرف كيف يطور حاله. أنا الحمد لله المرض ساعدني إني أضبط أولوياتي، أعرف أهدافي وأعيش الحياة كما يجب. الدورات اللي بناخدها من خلال المركز ومن خلال المؤسسة لتطوير تعاملنا مع المريضات الجدد، إن كيف نقدم الدعم والمؤازرة لإلهم بموضوعية وبعلمية، ونحن بنكون أكثر مثال حي للمريضات الجدد أو لأي حدا بيحتاج لمساعدة ومساندة، لما بنفرجيهم أنه نحن الحمد لله الله شفانا وعافانا ومرأنا بهاي التجربة اللي أنتوا قاعدين عم بتمروا فيها. كل هذا من يعني بيساعدهم أنهم هم كمان يتفائلوا ورح يمروا بهاي التجربة اللي مرأنا فيها بس بأقل الخسائر الممكنة. واستكمالا لجهود مكافحة السرطان، أطلق البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبمشاركة 10 دول عربية حملته الموحدة للعام 2017 بعنوان افحصي وطمنينا. حملتنا لهاي السنة افحصي وطمنينا هي الحملة 9 للبرنامج الأردني لسرطان الثدي. طبعا بعد 9 سنوات رسالتنا لسه مستمرة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتشجيع السيدات على القيام بهاي الفحوصات، عشان هيك أطلقنا هاي الحملة. أهميتها إنه زي ما حكينا بشهر 10 بنرجع نذكر السيدات بأنهم يهتموا بحالهم ويقوموا بهذا الفحص، مش بس عشانهم، عشان كل الناس اللي بتكون قلقانة عليهم وعلى صحتهم. وأهم خططنا هي توفير خدمات للسيدات الأقل حدا من خلال وحدات الماموجرام المتنقلة الموجودة بالمحافظات، بالإضافة لاستمرارنا بحصول جميع وحدات الماموجرام بالمملكة على شهادة الاعتماد اللي بتعني جودة متكافئة لجميع السيدات فيما يتعلق بفحوصات كشف مبكر عن سرطان الثدي. لا شك أن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي هو الطريق الأقرب للشفاء منه، إلا أن الإرادة تبقى هي المحرك الدافع لذلك. لقناة الآن لانا رياض عمان. ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. وزارة الدفاع الروسية تعلن أصبنا زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. وفي إطار عملية تحرير الحويجة، القوات العراقية تحرر 35 قرية من داعش في كركوك
ووزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الاتفاق النووي مع إيران ويقترح الاستمرار فيه. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، دائما كونوا معنا.